بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر من الأمير صخر معاوية آل إسماعيل بيك أمير الإيزيدية. السيدات والسادة والأخوة والأخوات من شعبنا العراقي العظيم، لا يخفى عليكم مجريات الأحداث التي مر بها شعبنا المظلوم منذ عام 2003 وليومنا هذا، والذي سيكمل 20 عاما ونحن نعاني من الظلم والاضطهاد. فلم يكتفي المرتزقة من ما جرى المكون الإيزيدي خلال هذه الأعوام، ومن ضمنها الإبادة الجماعية في 3/8/2014 على أيادي أبشع منظمة إرهابية في تاريخ البشرية والتي أدانها المجتمع الدولي. والآن يقومون بتأسيس ما يسمى مجلس إيزيدي أعلى بأمر من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبتنفيذ من المرتزقة أعوانهم وعلى رأسهم السيد حازم تحسين، والذي عين من قبلهم عنوة على أبناء بلدنا من المكون الإيزيدي لهدف كسب الشرعية التي ستوهم الشعب العراقي وحكومته المباركة، والتلاعب بمصير هذا المكون المظلوم والذي يعيش الأكثرية منهم منذ عام 2014 تحت مخيمات النازحين في إقليم كردستان العراق، والتي أصبحت بمثابة معتقلات لدى هذا الحزب وبعض منظماتهم ومرتزقتهم. أننا نرفض تشكيل أي مجلس أو أي مؤسسة تمثل المكون الإيزيدي بدون استشارة أهالي سنجار من وجهائها ونشطائها ومثقفيها الذين قاتلوا وناضلوا من أجل القضية الإيزيدية، وليس من سكن في قصور أقليم كردستان وارتزقوا على حساب القضية الإيزيدية. هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان لكل من تعاون مع قضيتنا والتي هي تخص العراقيين الشرفاء جميعا في بلدنا الحبيب. أخوكم الأمير صخر معاوية آل إسماعيل بيك، العراق سنجار، 27 من حزيران 2023.